سعيد، يعني قدر الامكان حاولنا نوصل لكم الصوره والتصريحات والانطباعات عقب مباراه السيمي فاينال بين الاهلي ووداد سماره وتاهل الاهلي للمباراه النهائيه، لكن يتبقى نقطه اخيره نود ان نشير اليها. صاله الامير عبد الله الفيصل غدا تحتاج جمهور النادي الاهلي بكثافه، فريق النادي الاهلي لكره اليد يحتاج الى جمهور النادي الاهلي غدا بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظته عقب نهايه المباراه عندما يعني هتف عدد قليل من جماهير النادي الاهلي للاعبين بضروره الفوز بالبطوله الافريقيه. لمست احساس اللاعبين ضرورة الفوز غدا ووجود الجماهير غدا وامتلاء الصالة عن آخرها لتعويض خسارة السوبر الأفريقي منذ أيام قليلة، خاصة أن الفوز بالبطولة الكؤوس الأفريقية سيكون دافع لتعويض السوبر خلال العام القادم. هذه هي اللقاءات، هذه الانطباعات، هذه هي التصريحات داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل في اليوم قبل الأخير لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وغدا اليوم الختامي مباراة نهائي السيدات سيكون في الساعة 5، ثم مباراة نهائي الرجال في الساعة 8، وختام اليوم بحفل ختام إن شاء الله بعد نهاية كأس الكؤوس الأفريقية هنا التي نظم الاهلي على مدار العشرة ايام الاخيره. اليك الكلمه كابتن هيثم السعيد. اتفق معاك طبعا زميلي محمد سعيد.